تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على 3 اتفاقيات بين الجزائر وإثيوبيا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين بحضور رئيسي الوزراء عبد الملك سلال وهايلي مليام ديسيلين. الاتفاقيات تخص مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والمعهد الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا، واتفاقية بين حكومتي الجزائر وإثيوبيا حول الصحة الحيوانية وأخرى في مجال التكوين المهني والتقني. وجهت وزارة التربية نداء إلى التلاميذ وأوليائهم للاعتماد على أنفسهم لتدارك الخلل الذي سببه الإضراب، فيما عبر تلاميذ الثانويات عن استيائهم وعدم قبولهم لفكرة توزيع الأقراص المضغوطة الحاوية على الدروس الضائعة والتمارين لاستدراك ما فاتهم من البرنامج، واعتبروا أن القرص لا يعوض شرح الأستاذ الذي له طريقة إيصال الدرس والمعلومة رغم المساعدة التي يمكن أن يقدمها القرص المضغوط. ودقت وزيرة التربية نورية بن غبريط ناقوس الخطر، مؤكدة أن الإضراب يضر بمستقبل التلاميذ، داعية التلاميذ إلى الاعتماد على أنفسهم لتدارك النقص المسجل في الدروس. هذا وشغل الأساتذة المضربون وقتهم أمس الأحد بالتعليق على قرار الوزيرة باستبدالهم بأقراص مضغوطة، إما بتعليقات جادة على عدم فعالية الإجراء أو السخرية والتهكم على الوزيرة. شهد الشطر الجنوبي من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين المنيعة وعين صالح بولاية تمن راست فجر أمس حادثا مروريا مأساويا خلف 11 قتيلا و26 جريحا إثر اصطدام شاحنة بحافلة. وحدات الحماية المدنية تنقلت من عين صالح وتدخلت لإجلاء جثث الضحايا والجرحى، كما فتحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في عين صالح تحقيقا في الحادثة. وكشفت عملية فحص أولية من خلال آثار فرامل كل من الشاحنة والحافلة أن حالة تجاوز خطير تسببت في الحادث المأساوي. أفادت مصادر في ليبيا عن مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار استهدف مقرا عسكريا بمدينة مصراتة شرق طرابلس، في حين ارتفع إلى 22 عدد قتلى الاشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني ومسلحين يعلنون ولاءهم لتنظيم داعش بمدينة سرت شرق العاصمة أيضا. ورجحت مصادر عسكرية مسؤولية تنظيم الدولة عن التفجير الذي وقع تحديدا في منطقة أبو روية بمصراتة واستهدف مقر كتيبة أم المعارك. وأشارت المصادر إلى أن آمر الكتيبة المستهدف هو نفسه آمر الكتيبة 166 التي تقود المعارك ضد تنظيم الدولة في سرت. نددت السلطة الفلسطينية باقتحام وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان وأعضاء في حزبه المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، وحذرت من أن هذه الممارسات تنذر بإشعال حرب دينية. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف إدعيس قال إن اقتحام ليبرمان ومن قبله وزير الاقتصاد نفتالي بنت المسجد الإبراهيمي محاولة لاستغلال وضع المسجد للدعاية الانتخابية. وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته على غرار المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الاقتحامات التي قالت إنها مقدمات لجر المنطقة لحرب دينية. أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح الأحد تعيين وزير محاصر وثلاثة قياديين مختطفين لدى جماعة الحوثي ممثلين له في الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. ويفرض مسلحو الحوثي منذ أسابيع الإقامة الجبرية على وزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة محمد السعدي، فيما يقبع ثلاثة آخرون في سجون الحوثي منذ أكثر من أسبوعين بعد اختطافهم من أحد مقرات الحزب بصنعاء.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتفاوضوا مع الرئيس السوري بشار الأسد من أجل انتقال سياسي بسوريا، في حين شدد الائتلاف الوطني السوري المعارض مجدداً على رحيل الأسد عن السلطة ضمن أي تسوية محتملة. ودعا كيري في مقابلة أجرتها قناة سي بي إس نيوز على هامش المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بمصر، دعا إلى ممارسة ضغوط على الأسد كي يقبل بالتفاوض وتفادي اعتبار الأسد فاقداً للشرعية، وهي العبارة التي استخدمها كثيراً الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة غربيون آخرون.